الآن ينضم إلينا من بغداد عبر تطبيق سكايب الدكتور صلاح العبيدي الخبير الاقتصادي. دكتور صلاح، نسعد بك كثيرا سيدي الكريم. الدولار صداع في رؤوس العرب كلهم، حتى دولة ريعية كالعراق كنا نتصور أنه يعني أنهار العسل واللبن تصب فيها. ماذا حدث في العراق سيدي الكريم؟ أهلا وسهلا بك أخي الحبيب، شكرا على الاستضافة وعلى اهتمامكم بالشأن العراقي. للأسف مثل ما ذكرت حضرتك، العراق رغم كل الثروات الهائلة ما يمتلكها من خزين استراتيجي من النفط وغيره من موارد كبيرة جدا، لكن لا زال يعيش في خضم التقلبات الاقتصادية والضربات التي تتلاحق على المواطنين. اليوم احنا في أزمة جديدة حقيقة، لكن هذه الأزمة هي أزمة نوعا ما معقدة ومركبة للأسف، حقيقة انعكست بشكل كبير جدا على الواقع الاقتصادي العراقي. هذه الأزمة تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. الذي حدث هو أنه البنك الفدرالي الأمريكي، مثل ما تعرفون الدينار العراقي هو مرتبط بشكل مباشر بالدولار الأمريكي. البنك الفدرالي الأمريكي عمل مجموعة عقوبات على أربع مصارف أساسية. هذه المصارف حقيقة كانت تستحوذ على تقريبا ما يقارب نصف سوق مزاد العملة. بعد ما كان البنك المركزي يبيع 280 مليون دولار باليوم الواحد، بعد ما انسحبت هذه المصارف بسبب البنك الفدرالي الامريكي اصبح لا يبيع اكثر من 130 الى 140 مليون دولار باليوم الواحد، والدولار هو سلعه حاله باقي السلع، فبالتالي قل المعروض، فاصبح هناك اقبال كبير جدا على الدولار، وايضا عمليه تهريب الدولار اثرت بشكل كبير جدا الدولار. اليوم احنا امام ازمه اقتصاديه حقيقيه، البنك المركزي عنده يحاول يعمل بعض الاجراءات. ممكن دكتور صلاح افتح قوسا هنا واسال حضرتك، لماذا هذا الطلب المعتبر على الدولار في العراق؟ هل هو طلب لدفع فواتير استيراديه مثلا؟ لا شك العراق اليوم هو بلد مستورد بالدرجه الاساسيه، كل البضاعه اللي تدخل العراق هي مستورده من الخارج. للاسف يعني من 2003 الى اليوم عطلت الزراعه، عطلت الصناعه، عطل المنتوج المحلي، وهذا جعل البلد مرتبط بشكل مباشر بالاستيراد. فبالتالي هذا جانب، الجانب الاخر للاسف منظومه الفساد الهائله جدا واللي تمارسها بعض المصارف خلت الطلب الكبير جدا، والمساله الثالثه هي دول الجوار ومرورها ببعض الازمات، فبالتالي الدولار العراقي يشكل سند لاسواقها بشكل او باخر، وتهريب هذه العمله لدول الجوار للمحافظه على اسواقها. كل هذا شكل ضغط كبير جدا على سعر صرف ودولار العراق، لكن تجد انه صارت ازمه كبيره جدا بسبب هذا الموضوع. انا قطعت حضرتك وانت تتحدث عن منشأ هذه الازمه، ان شئت ان تكمل وان تشير سيدي الكريم الى الخطوات التي اتخذتها الحكومه العراقيه لمعالجتها. حقيقة فيما يتعلق بالمنشأ، البنك الفدرالي الأمريكي يعني أمريكا على حال باقي الدول اللي أي عملة ترتبط بعملتها هي من حقها أن تعرف إلى أين تذهب هذه العملة، هل هي تذهب لإرهاب غسيل أموال، وأيضا هناك الصراع الأمريكي الإيراني وفي ساحة العراق، والعراق دائما يدفع ثمن. هذا الجانب. الجانب الآخر هو هي إجراءات الحكومة. للأسف حقيقة الموضوع كان مفاجئ بالنسبة للسوق العراقية، لذلك اليوم العراقي شغل من شغله هو الدولار. الآن البنك المركزي العراقي يتخذ بعض الإجراءات، لكن السؤال هل هذه الإجراءات كافية؟ يعني هل هي عملية أم هي حلول ترقيعية؟ هي بالدرجة الأساسية ربما تكون حلول ترقيعية أكثر ما هي حلول عملية على أرض الواقع، لا سيما أن هناك أخبار عن بنوك أخرى سوف تدخل في اللائحة الأمريكية، وهذا راح يعقد الموضوع بشكل أكبر. طبعًا. اليوم البنك ممكن فتح نافذة للبيع المباشر للمسافرين والمرضى والحج والعمرة، وكذلك حاول ان ايام العطل يفتح ايضا بيع العمله، لكن هذا مو حل حقيقه، لان يعني المشكله وين؟ المشكله حتى بالبيع المباشر لهذه العمله، الان التجار ياخذون هذه العمله ويهربوها خارج البلد بطريقه مو صحيحه. لذلك اليوم هذه الاجراءات مو اجراءات حيل عمليه، واحنا الان لا زلنا في صدمه، ولا زال الاقتصاد العراقي في خطر، ولا زال المواطن والشارع يغلي، فبالتالي محتاجين اجراءات حقيقيه على ارض الواقع حتى توقف هذا التدهور الاقتصادي. عفوا دكتور صلاح، ماذا عن السوق الموازي، وهذا هو التعبير المهذب، او السوق السوداء بالتعبير الاكثر واقعيه؟ يعني هو المشكله في هكذا الازمات دائما ما تظهر الشركات او الطفيلين المتاجرين بقوت الناس، لذلك لاحظنا اليوم الاسعار ارتفعت بشكل جنوني ومست حياه الانسان بشكل مباشر.
لكن احنا محتاجين اليوم محتاجين رقابه الامن الاقتصادي بشكل مباشر، لا سيما على الشركات اللي تتعامل بوصولات وهميه وتدخل شغلات اصلا مو حقيقيه. فالان هم يتاجرون، للاسف اقول حقيقه بمراره، كثير من هذه الجهات هي مدعومه من جهات سياسيه، فبالتالي توفر لها في قطاع معين تتحرك في مظله هذا القطاع. لذلك اذا ما اردنا فعلا ان ننقل الاقتصاد العراقي والواقع العراقي، نحتاج اولا لاجراءات حقيقيه واراده وطنيه حقيقيه لمحاربه الفاسدين وهؤلاء السوداويين بهالطريقه هذه اللي يتاجرون بدم العراقيين، ومن ثم مراقبه الحدود بشكل عملي. الان الحدود للاسف الدولار يتهرب عبر الحدود حقيقه يعني، فبالتالي انا راح تقل العمله عندي في البلد، وبالتالي يصعد سعر الدولار بشكل او باخر. فهذه السوق السوداء الان وارتباط بعض الجهات، وهي اصلا معروفه يعني، هي كثير حتى المصارف اللي تعمل بالسوق العمله هي مصارف، هي حقيقه واجهات لاحزاب سياسيه معينه، لجهات متنفذه، اللي هي لا تستطيع ان تقوم بدورها اذا لم تكن هناك غطاء سياسي يحميها للاسف. لا ادري دكتور صلاح ما اذا كان في فمك ماء فيما يتعلق بسؤال التالي، لكن ان شئت الا تجيب انت حر. إيران تستخدم العراق أيضا كفناء خلفي تحل فيه مشاكلها الاقتصادية نتيجة الحصار والعقوبات إلى آخره. لا، هذا الأمر طبيعي حقيقة، والطبقة السياسية الموجودة هم يتحدثون بهذا الأمر وليس بخفي على أحد. أيوه. وحتى في تصريحات لمسؤولين إيرانيين هم قالوا هذا الكلام، أنه العراق كان السوق الرئيسية لبضاعتهم، السند الحقيقي في الأزمة الاقتصادية اللي يمرون بها، وحقيقة لا يخفي على أحد أن هناك جهات سياسية هي أصلا تتلقى تعليمات من إيران. للأسف حقيقة الواقع الموجود اليوم على أرض الواقع يعني، فبالتالي وهي في ظروف اقتصادية صعبة وأيضا في صراحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعراق هو الذي يدفع الثمن للأسف. صحيح يعني. ولازم ندفع ثمن كبير جدا حقيقة. وهذا واقع حال اليوم، اكو كثير من التصريحات والتقارير تشير الى تهريب مليارات الدولارات الى ايران والى تركيا بشكل اساسي، فبالتالي الثمن ندفعه احنا لليوم. لذلك اليوم احنا محتاجين ارادة وطنية حقيقية خالصة، بلد يمتلك سيادته الحقيقية وبالتالي يستطيع ان يتحرك وان يكون ولانا الى بلدنا بالدرجة الاساس. صح كل دولة تبحث عن مصالحها، وايران حال حال باقي الدول تبحث عن مصالحها، لكن لابد ان نقدم مصلحه العراق اولا ومثل مصالح الاخرين، وننطلق من مطار القوه اليوم. حتى السوق الايرانيه اليوم احنا عندنا اوراق التفاوض معاه. نعم. اليوم ايران ما فقط على العمله يعني، حتى على مساله المياه وغيره، كذلك الحال بالنسبه لتركيا. فبالتالي للاسف هذا الواقع موجود حقيقه وهو ليس خافي على احد. دكتور صلاح اشكرك سيدي الكريم، شكرا جزيلا سعاده الدكتور صلاح العبيدي الخبير الاقتصادي الذي كان معنا عبر تطبيق سكايب.